انا لهلا مالي عم بقدر افهم شو المشكله. المشكله انه مشتبهين فيه لادري انه ما نو ادري. شو يعني هذا اللي معنا تقليل؟ يا لطيف اذا صحيح. ايه نحن ادري الاصلي ماله متحملينه، كيف اذا نسخه تايواني؟ هلا اصلي ولا تايواني؟ هنادي طولي بالك شوي، يعني ما صار شيء. انا كثير اسفه والله ما كان قصدي احطكم بهيك موقف. عم بيرن علقك. مرحبا حضرة النقيب، كيفك وطن؟ لك يا ابو الله هذا انا العمص، اذا ما بسدون اسال بنت جيران الانسه سميحه. مين هي سميحه؟ يي شلون مين هي سميحه؟ بنت جيران الانسه سميحه بنت خالته فريده. ترى هيك حتدوخنا وتدوخ حالك، اذا معك اي اثبات تاني بدل على شخصيتك يا ريت تعطيني اياه لشوفه. اثبات تاني؟ شهادة سواقة ما معك؟ معي. شلون ما معي؟ واه لك اشبه استاذ فادي، شلون عم بسوق كل الايام؟ طالع خلصني، طلعت لي روحي. لك طالعتها من سنتين. لك قدري ورجيها. كيف كيف؟ يا اخي انا بدي ساعدكم بس ما بعرف ليش هيك عم يصير معكم. يعني شوفوا بعيونكم هلا هاي الصوره لهذا الزلمه. تفضل. يعني بصراحه ما كتير بتشبهوا. يا شو ما تشبهني؟ لك والله هذا انا والله، بس انا مغير اللوك تبعي، قالب شعري لورا، هلا الموضه فرساتشي. هيك مشكله، اذا بكل صوره عامل لوك جديد، نحن كيف فينا نطابق بين الصوره وبين شخصيتك الحقيقيه؟ حبيبي يا عيوني انت، يا ريت تكون متعاون اكثر شوي وتبحبش لي بهالخرج تبعك، ما في شيء اسباب تاني؟ في هويه النقابه. ايه طالع طالع هاتا. ضايق يحموا قلبك مثل ما حميت قلبي. طالع عاصي شو صار معك؟ روح علي شوي، عم جرب احكي مع زوج خالتي. طيب جوز خالتك بيطلع بايده يخلصنا من هالورطة؟ شو بعرفني؟ يمكن ما هو كان عقيد بالجيش. ولا هلا تسرح من الجيش من شي 3 سنين تقريبا، بس الا ما يعرف حدا. يا جماعة بحياة الله حدا يستعجله، عن جد ما عاد فيي، يعني هيدا المكان عم يعطيني طاقة سلبية كتير كبيرة. كل الحق علي، عن جد أنا آسفة. سميحة بوسة لإيدك اللي بقى تتأسفي، لأنه أنت بتتأسفي من هون وأنا بتوتر أكتر من هون. غريب، حتى زوج خالتي مش عم بيرد علي، معقول يكون أخذ موقف مني؟ لأنه طلقها لخالتي من شي شهرين. غريب.